السلام عليكم مشاهدي الكرام من قناة غداتي كل يوم، كنحييكم ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، وسنة سعيدة بما نتمنى بكل خير وبالهنا والسعادة وبالصحيحة وبراحة البال. اليوم انا غادي نقدم لكم هذه الاكلة اللي راني دايرة بمناسبة هذا المهم، هذا النهار حنا بنادم جالس وكل شيء. راني دايرة واحد البصارة فعلة تاركة طيبة في الطاجين زوينة، درنا التومة والجلبانة يابسة ودرنا لهم الماء وطابوا فيها الطاجين مع الكمون مع شويه ديال الزويته، ومن بعد درنا لهم هذا الزيت والتحميره والكمون وزويته ديال البلديه والملح راه كان فيها بطبيعه الحال. وهذه عندنا هنا هذه الشليضه حنا دايرين فيها هذا لي طوست ديال شويه ديال الزبده والسومو، هنايا شويه ديال الجبن، هنايا شويه ديال لي طوست، ودرنا زدنا فيهم هاد لافوكا، هاد هاد الرند، هاد بومبلوموس، شويه ديال المهم شويه شويه من كل حاجه كما راكم تشوفوا، شويه الكركاع، شويه ديال لافوكا، شويه من كل شيء شويه. ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، نتمنوا بالصحه والهنا. وهذه هي عندنا هنا شويه ديال هاد شويه ديال الكبيده، وهذا هو الغداء اللي بغيت نوريكم اليوم. ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير في احسن الاحوال، صحه جيده وسنه سعيده ما تمنوا بالخير والهنا بكل فرحه ان شاء الله يا رب العالمين. وكنعاود لكم سنه سعيده، سنه سعيده بما تمنوا ان شاء الله يا رب العالمين، الله يفرحكم تكونوا بخير وعلى خير وكل عام وانتم بخير. وهذه هي غداتنا، ونهاركم مبروك وسنه سعيده.